كتعرف الناس ديال بكري الا قالوا لي بنتك تتحب كيطلع ليه الزعف، هو يشدها ودخلها لواحد البيت وشد عليها. وما عايق ديك الساعه بهاد القلاوي تاع التليفونات، هزات التليفون عيطت للكليان صحابها قالت لهم اللي باني يدور من ورا الحيط، راه الوالد سد عليا ودارت واحد الثقبه في ذاك الحيط. اللي جات يميزي ليها 400 تيدوز بنادم تيبان ليه السيد واحد لاصق مع الحيط وكيحوي. قال هذا ساقوا الخبر لقاو بنت فلان، قالوا لي هايا واش هذيك البنت اللي سد عليها؟ وراه دايره واحد تقبالة تحوي فيها من الحيط. ويلي دخل الدار وبدا تيقلب في ذاك البيت، هو لقى التقبة، هو يقعد حدا التقبة، بقى قاعد شوية حتى كتبان له 400 دخلات، هو يشد 400، شوية تيبان ليه زب قايم دخل، وهو يقبضوا ليه. شدو تيقول لها جيبي الموس، جيبي الموس الله يلعن والديك، جيبي الموس، جيبي الموس، شوية دار هكا لقاه تلق ليه في يديه، ولا تيقول لها جيبي الفوطة الله يلعن والديك أنت وياه، جيبي الفوطة. حتى هما راه هادشي راه كاين ماشي ما كاين. واشو تاني وحدة نعاودها لكم تاهي زوينة. شي واحد قال لمرتو راني بغيت نسافر، قال ياك وعد راه انا عارف هاد الطلبة، عارفكم انا عندي معكم هي الحسنات. والله إلا دابا هاد ولاد المدينة هاد الدراري الصغار دابا تشوفهم دروك يجيو كتفوت العشاء باه كان يبيت مع الجيران باه يدير شي حوية، الدراري مصدعين ليه كرو تيقول نوض أودي سير راه مشيت باقي جاي الحلقة، نوض سير تفرج نوض. دابا با راه تيحوي مو أنا ملاهي الدراري، شتي هاد الخدمة القلاوي اللي عندي كي دايرة؟ أنا نسير أوليدي راه غيكون باك حوا أسير. يو الراجل قالت ليه قال لمرتو راه بغيت نسافر، قالت له إلا بغيتي تسافر سير في طريق السلامة. هو خرج مشى يسافر، هي عيطت لصاحبة قالت له وليدي اليوم قعد الله يستر عليك قعد راه كاين ما حدا دابا أنت طويل كاع داك القلاوي اللي وراك ما تيشوف عندك هي طلع لك تمشي تكاجي في العسكر، راه القرطاسه الاولى تجي في كرك اجين اجين هاكا باش تقرب حدايا وتسن. عيطت صاحبها قالت له وليدي الراجل اليوم راه باغي يسافر. جا صاحبها دخلوا للدار صوبوا العشاء صوبوا المسائل تعشاو حيدوا الحويجات، يا الله باغي يطلعوا لنا موسية عريانين. تا كيسمعوا الدار قالت له سكا هذا الدقال ديال الراجل، واقيلا الراجل راه رجع. قال له كيفاش نطلع للسطح؟ قالت له لا ندخل الكابينه لا. قالت له عرفتي اش دير؟ دخل حوايجك ودخل هنا تحت الناموسيه وسكت. دخلته تحت الناموسيه وسكت، ما هي عريانه حلات. قال لها الراجل واش تكي عريانه؟ قالت له انت اش نقول لك؟ قلت لي بغيت تسافر وانا عيانه، لقيتيني التنانيت بغيت نعس. يوم مالك انت ما تلات تقول لك شايف ذاك السفر؟ قال لها ودي ذاك السفر ما تلات تسرياش ورجعت، كان بغيت هي نعس. حيدتها هو حوايجو بقى قلواني، طلع معاها فوق الناموسيه خونا في الله تحت الناموسيه تيتسنط. تيسمعهم تيهضروا تقطعات الهضره تفاضوا، هو يخرج من تحت الناموسيه هز حوايجو بغا يمشي. اش قال ليه الشيطان؟ يا ولد القحبة دخلتي دخلتي، ها هي متكيه من هاد الجهه حويها عاد سير. ما دار هي هكا طاح ليها على كره، هي داها النعاس لقاتها في زكوها زكات جبدو عطاها ليها في كره الراب. المراه غي دخل ليها هذاك القلاوي في كره قالت هاي، هو يجزر دخل تحت الناموسيه راجلها فاق شعل الضو. قال يا مالكي قالت له خير وسلام، تنحلم انا وياك راكبين في واحد الفلوكه
اتقلبات بينا علي ما نغرقوا. شوفوا العيالات راه ولاد القحافة. الاخر تاهو قال لها ودي هذيك البلاصة كيجي فيها الحلم. هزها وحطها لهاد الجي ونعسوا. الاخر تاهي لقى الضو تاهي طفى استقطع قال دابا راه عرفاتني. قبيله ما عرفاتنيش. خرج تاني من تحت الناموس هي دارها ما يلقاها زكو راجلها موالي لها الجي هاو يعطيه ليه. الراف الاخر يدخل فيه قال هاي ما تمرش على الضو قالت له مالك؟ قال لها خير وسلام ديك الفلوكه اللي تقلبات بيك قبيله المقداف ديالها طلع ليا مع كري. اقول حواق يا ولد الغايب. ايوا شادي ها الاخرى تاني كي دايره؟ دابا الفقيه كيتوضا واحد المرأة تاهي تقابلات معاه وكتوضا وشوف تاني هاد ولاد القحافرة هاي هاي هي حاطة السطيلة دارت ها الفقيه تا هو دار في السطيلة ها هز عينيه لقاها كتشوف فيه دار ليها ها هي تا هي دارت في السطيلة ها لقاتو كيشوف فيها قالت ليه هو دار السطيلة ها لقاها تشوف فيه دار ليها ها وهي دير هي ها دارت هكا لقاتو كيشوف فيها قالت ليه يا ولد القحبة مني ها ها متحوي فابور الحلاوي طاف دوري تهرب نصكم عليها إذا لقيتي شي واحد تيدير شي حاجة دخل سوق كرك واحد راه دخل الحمام ولقى واحد تيكر تقلاوي ويوقف عليه قال اش كدير اش كدير الاخر قعد راسو قال له كنشطب ليك فين تقعد والله العظيم طاف دوليت مقودة واحد السيد كبر في البادية ما عمرو جا للمدينة وقال له باه وليدي دابا انت قاعد في البادية وما تعرف والو ما تعرف الناس يلا وليدي معايا للمدينة حتى انت تشوف الناس وتعرف الناس تالين انت في هاد البادية ياك جاي هو باه قبضو التاكسي كورسا الدري راك باللور البات راك بالقدام على الدخله دخلوا مع المدينه الدري دار من الجاج تاع الطاكسي ها بان ليه واحد الزوقه ديال العيالات واقفه قال له با شكون هما هذوك اللي تما عرفتي با ما بيقول له الحقيقه قال له وليدي هذوك شي عيالات راه كيسقيهم واحد العوينه كاينه تما شفتها في دوريت اش كدير؟ مول الطاكسي غادي صيق ويتقلب قال لي تلا عندك اوليدي راه القحاب هادو دابا الدري كامل في الباديه ما عمرها بديك كلمه القحاب الطاكسي غادي هو يقول باه بابا واش كيولدوا هاد القحاب؟ قال لي اوليدي كيولدوا مالين تاكسيات يعني داد مول الطاكسي اللي قالها لك راه ولد القحبه اش داريكم مزيان هاد القلاوي ولا لا؟ ها؟ واش نزيدكم من هاد الشيء ولا بركه؟ زيد اسمع زيد زيد واش زيد ما كاينش هاد عام لا باقا بليسه وحده لقدام ها هي اللور بغيتي تطيح ولد القحبه لقدام بعدا باش تلقى الغالج يشدك ما يرزقك العوين ورضات الوالدين الله يجعل هذيك البركة رحمة للوالدين واحد مردا ضالت قبل الرشوة عند عباد الله هو يجمع تقرقيبة هو يدخل المقاطعة وقعد في واحد البيروق اي بوحدو شاد دوك الفلوس وانت يقول هذا حقي وهذا حق القيد هذا حقي وهذا حق القيد والقيد من ورا الحيط كيسمع هذا حقي هذا حق القيد والله الا هذا المخزني بعدا كيخلي لي حقي وانا نطلع عليه من الشرجم نشوف هذا الحق اللي كيحط ليا كيدير هو يطلق القيد من الشرجم
ويلقى لك مردة كيس فلوس تيقول هذا حقي وهذا حق القيد، هذا حقي وهذا حق القيد. تقول انا شد القيد شد ونقعد حقك. رجع شويه اللون، رجع تاني تبكرك رجع اللون، رجع اللون. راه كاين اللي حالف يا تيسمروا ليك واد. لا ما كاين مشكل، حنا غير كان واحد جوج ديال الدراري دار لهم باهم انتقال من هنا من مراكش وداهم كيقراو في واحد المدينه اخرى. مني دخلوا هذاك النهار لقاو العمليه ديال الدرس عمليه حسابيه، جوجهم تيقراو في قسم واحد. هو عيط للاستاذ على هذاك قال له رد انت، قال له واحد ضربه في واحد، قال له فرعوا استاذ. قال له سير تقعد سير. وين ود الاخر؟ قال له زيد انت. واحد ضربه في جوج، قال له هما اللي بغاو. والله واحد سولو واحد قال له شكون اللي ناض لك الاول ملي كنت صغير؟ شكون اللي ناض لك الاول؟ واش اللحيه ولا المستاش؟ قال له ودي عقلت عليهم ناضوا لي بجوج، قال له فرعوك ولاد القحام. يغلط ها هما قدام هاد الناس. دخل عندي هنا إذا كتحشمها الفوقية، إلى ما غلط هاد الناس يرجموني بالحجر، ولكن بشرط سير رم هز من الحضرة ودق بعدا شناهو. سير غير عند مول الحلوة ها وحدة مالين الماكلة، جيب لي من عنده ثلاثة النحلات، الأولى ضربها للقنوة اليمنية، الثانية للقنوة اليسرية، الثالثة عطيها ليه للراس، ربع ساعة يولي يقلو. اش كاين يغلط ولا ما يغلط؟ وحشي بالزكوك. وباش هاد القلاوي ما عندهم عقل. وشاري القرعة ب2000 هاك، أعطيني هذيك ديال 2000. إوا علاه يا ولد القبيلة عطاك الله العقل؟ قول كاع أنت مع راسك هاد القرعة ها هي، وهاد البومادة اللي فيها بصح، هز بوال، ها البومادة، أرض الملك دير لهم يدهن. القنوفة اللي يقول لك نسيتيها. وانت دابا دهنتي ونقول له كاع بوماده بصح، هز بغلاض وطوال يا وهز السبع يا ولد القحبابه باش دهنتي قداش ما يولي هذا توا ما يولي كذوب. راه مراد تكركو بيتو الدواء ها هو ويني ما بقاش عندي بزاف والله العظيم، بقى جوج باكيات. كاين دابا اللي دار لصاحبو ولد القحباب يقول بنا يبيع علينا، والله ما كان بيعو الا كان فرقوا على الناس فابور، وعندك سمع فابور وتقول يا راه شويه، والله ما سالت الحلقه لا ديتيه، وجي عندي نعطيك شويه في سبيل الله، واني هذا ماشي ديال الدكار طوال، هذا ديال الكري وساع. ايه فيلم ايه ديال الكري وساع، فيلم يكون داك الدكار ليطوال، عقلي العقل. عندك صحاب كان دابا تنقول لك هاد الهضره تنقولها لك باش زعما تعيق مع كرك شويه. بخير خويا لاباس عليك، الله يكبر بيك، ما عندي ما نقول. ويلا كذبتيني سول، راه دازو قدامكم، فينا هما الشياخ اللي كانوا هنا الله يرحمهم؟ اش بقى في هاد الجامع الفنا دابا؟ راه ملي كانت جامع الفنا جامع الفنا، راه سماوها الادباء والشعراء واهل الكتاب واهل القلم، سماوها بجامعات الفنون، كانت جامعه ديال الفنون. هنا دازوا المسرحيين وممثلين وناس واعرين من هنا،
هذه هي ام المسرح هي الحرقه. وسول على راسك على زوجي لا تولي تحوينا من راسنا. شوف كي كانت هاد الجامع الفنا راه كان الانسان تيجي من الباديه كما كنقولوا حنا دابا. امي كيتسرى في جامع الفنا ديك الوقيته ماشي دابا. كيلقى الفقيه كيعاود على شروط الوضوء. كيتعلم يتوضا الى دار غير يومين في جامع الفنا. كيتعلم يتوضا. كيدور كيلقى الحكواتي. تيولي تيعرف شكون عيسى. شكون هو موسى. شكون ابراهيم. شكون هو اسحاق. شكون هو يعقوب. الى دار غير ثلاثة سيمانات ولا أربعة في جامع الفنا كيتسوعى وكيوعى. أجي دابا دور ثلاثة سيمانات في جامع الفنا إذا ما تلقاك الركشة الدودة تقول ما كاينة معنا. أجي دور ثلاثة سيمانات تلقاك الركول يجي زامل. وحق الله العلي العظيم بالله إلا تنهضر معاك معقول. شاد جامع الفنا مع مواليها. هاو ما دور دابا تشوف. ثمانية تحلاقي حلقة بحال حلقة. دو 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 دو. اش من فايدة استفتي؟ والو انت واقف والاخر حاطو لك. ملي كاع عاقبه الدري قال له خلينا صاحبي نتفرجوا. قالوا تفرج على انا حاطو لك في عينيك ولا. تفرج. تاد السمارة تاهما راه ولاد القحاب. واحد راه كيدور وبانت ليه المرا عندها واحد الكر كتقدم عند واحد مول الحوت. هو يجي واحد طوليها ودايرها مول الحوت عاقبي. قال له شكون كتشري من سوقك انت الاول. وحاط طول المرا وقال للحوات قال له عندك الرايه. قال له كاينه. قال له قال لك القايد علقها وديها في كرك. يا الله يا واحد حصلوا انت هذا اش ما تحس. تضحكوا عارفين هذا القلاو. اش بقى راه هذا الشيء اللي تنشوف دروك.